احتفلت هيئة البحرين للثقافة والأثار باللغة العربية لكون يوم 18 من ديسمبر هو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها، والذي أقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في المنظمة الأممية. لغة تفردت في طرق التعبير، فهي لغة قومية وصلت إلى الكمال وسط الصحارى. اللغة العربية التي فاقت أخواتها بمفردتها ودقة معانيها، يحتفى بها اليوم وسط حشد ترنم بأحرفها الرنانة. في هذا اليوم نحتفل باللغة العربية التي أطلقت اليونسكو يوم 18 ديسمبر الاحتفال بها للمرة الرابعة على التوالي. نحتفل بالمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بهذا اليوم، ونحاول أيضا أن نسلط الضوء على موسوعة مهمة تنقل أهم ما كتب وما أثر في الفكر الإنساني في 50 عاما الأخيرة، مشروع نقل المعارف الذي تحدث عنه الدكتور الطاهر لبيب، مشروع يخرج من مملكة البحرين ليعمم المعرفة ولكي يكرس هذه اللغة مفتاحا للتواصل مع الآخر. هذا وتم التطرق إلى مشروع نقل المعارف الذي تضمه هيئة الثقافة والأثار، والذي يهدف إلى ترجمة كتب مختلفة من عدة لغات إلى اللغة العربية. مشروع نقل المعارف هو مشروع أطلقته هيئة البحرين للثقافة والأثار، وهو مشروع جديد من نوعه في العالم العربي، باعتبار أنه يركز على نقل المعارف في صيغتين، في صيغة الترجمة، شرط أن تكون هذه الترجمة ترجمة متقدمة تقنيا ومعرفيا وعلميا، وفي نفس الوقت أيضا الباب الثاني هو تبادل الخبرات بين الضفتين، يعني بين أوروبا والعالم العربي. اللغة العربية لغة تنقل من خلال حروفها المعرفة للإنسانية لتكون زادا يستثمر منه العقل العربي للمسير نحو أحلامه الكبيرة. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.